هجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلى. السلام عليكم اخواتاتي، اليوم ان شاء الله بغيت نقدم معكم الشكل ديال العجينه البليغات اللي كتجي زوينه بواحد الطريقه جديده. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، ورا بغيت نحضرها معكم اخواتاتي. دابا رمضان اللي ما كيقدرش يدير الشباكيه يدير غير هذه، راه كتجي رائعه وسهله. غادي نقدمها معكم اخواتاتي بالريفيه والعربيه ان شاء الله، باش كلشي ان شاء الله يقدر يفهم ويصوبها. المعسلات زوينين، اللي ما كيعرفش يشبك الشباكيه يدير غير هذه، راه سهله كتجي رائعه. دابا اخواتاتي غنقدمها معاهم بالريفيه ان شاء الله باش يفهموا كل شيء، كل واحد يصقب يسمس ويشتم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في مزيغين ماني مهجنت رخي السماء قساكي كنت وجد وانا الشكل وانا الجنجلان اما يقول البليغات ماشي وانيتا هكا كنت غير الشكل الجديد يدير تسني سهر كل شيء ان شاء الله يا زمان في عذر ونوا زمان هذيك الشباكيه هذيك غثانيتا قد تسطى سبحانت رخي السماء عذان تا كيدير الطريقه ديال المقادير ان شاء الله. وانا الفيديو يا ان شاء الله الاوديو غادي هذا وانت تقى استمازيخ طريف شتي استعربت ان شاء الله باش احنا كل شيء ان شاء الله هذه فهم هذه سوجد الحلوه ان شاء الله. نعرفوا الطريقه المقادير باش نحضر معكم هذه العجينه البليغات اللي كتجي سهله كلشي ان شاء الله يقدر يديرها. غنذكرها معكم بالريفيه والعربيه باش كلشي يقدر ان شاء الله يخدم هاد البليغات اللي غنديرها لكم. انا حطيت البليغات في القناه ديالي، ولكن ثاني هادو غنديرها لكم بطريقه اخرى وبالشكل جديد اللي كيجي ساهل كلشي ان شاء الله يقدر يديرها. اللي ما كيقدرش يورق الشباكيه هادي راه سهله يقدر يديرها في سيدنا رمضان لوليداتكم. دابا خواتاتي غنذكرها معكم بالعربيه والريفيه ان شاء الله. عندي زلافه هنا اللي درت هنا ديال فرينه، وزدت معها كاس العنبه اللي زدت معها، وعندي زلافه نتاع جنجلان. هذا الشيء اللي عندي هنايا هاي السماء الروخ ان شاء الله قاعد عندي غير كنتسوجد البليغات الشكل الجديد يسهر كلشي ان شاء الله. هذه هي هذه زعما تيك الفيديو ان شاء الله ديك غس مازيغ تعرف تتغبي دا يعاونني تحمو كنت غيرت غعوتيني شوي غاري دنيتا دنيتا تزلف فارينة هاني غس إجن ركاس العنبة غاري تزلف ونث جنجلان جنجلان وثا فوق ما والو ديك عادي جنجلان ايخ عادي يميا ويافشا ما مشت السن ينقى وصافي عاد فانا تعذرخ روخا ان شاء الله هكا كنت تعليق حمادات سوجده هاد خجده فرينه بغا داك نتي دير المقادير هكا كنت شاشر المقادير زوينات هاد السواره غاد تخدم ماني انا وانت هنا. دابا خواتاتي غادي نخلط ونذكر معكم المقادير اللي غيخصني هاد هاد الاخر هاد البليغات غاديرها لكم اخواتاتي بالريفيه والعربيه. كنتمنى ان شاء الله كنا نفهم لكم لا بالعربيه لا بالريفيه. واخا يسمعوا مي خد جدر مليح انا غنيا هكذا قلتني روخا هذا عادي كنتيني ما نحتاج دانيتا غاري دانيتا القرفه شطنج شطم مزيان القرفه غاري دانيتا يجد وراغ نتم الدجاج شوية نرمرح غاري دانيتا حبة الحلاوة مع الاخر النافع معلقة خواتاتي درت هنا معلقة نتاع القرفة معلقة بين النافع وحبة الحلاوة نخلط هنا وقبيس هاد الملحة وغندير خميرة غنحتاج خميرة هاد الكاطو عندي هنا معلقة مع مراش غير إذا نيتا تا غنجاش الخميرة الكاطو نتمنى ان شاء الله يسمى تفهمت الفيديو. دابا غنخلط هادشي
النواشي تخلطو مزيان. راخو ما يخرج دغيا يسمى منايا بنيتها. روح هذاني ثوره ثوره انت متجاتش. خواتاتي صفر بيضاء اللي غندير هنايا. عندي هنا كاس الحليب مع زعفران، زعفران الحار، هاري بنيتها ركاسو وشفاي، هاك شويه من الزعفران الحار غايقا بنيتها. غارة دانيتا أزين بكاس نعونات ما زهر. عندي أخواتاتي نص كاس ديال ما زهر هنايا اللي غندير هنايا، واحد ربعة المعالق هكاك. غندير شوية ديال الخل، غاري دانيتا شوية نخنج يجن تنين طنجايين تيم قرانين لحقاش تاني تغاليت غالي دجاج تا طم زيانت. عندي جوج معالق هنا ديال الخل كبار، هنا هاد المعلقة أنا عندي صغيرة. غنحتاج نص كاس نتاع الزيت، غنخلط نعمرو بالزبدة. عندي كاس مخلط هنا، نص كاس ديال الزبده اللي ذوبت هنا المزيانه، ونص كاس ديال الزيت. غاري يسمع ازين الكاس الزشت يخرج ضغط، وزين الكاس الزبده ازين ازين غتقنت دانيتها. دابا غنجمع تخلط مزيان هذا الشيء. المقادير مطبوطه، واخا يسمع قاد جمع وينتها قراش لينو وينتها جنتها هكا مليح. هاد الجمعه دابا خواتاتي غنجمع هاد العجينه، ما تدلكوها ما والو، غير كتجمعوها ما كتعذبوش معاها. وخوي وانتم بالتدريج، ما تخويوش الكاس اللي درت انا، غير انا عند صديبا على فارينة داكشي باش كنقول لكم خويو بالتدريج حسن ليكم. انا المقادير كنديرها مضبوطه ولا كتعني بحال الحليب، وهذا خويو بالتدريج، داك كاس الحليب خويو بالتدريج. روخا يسمانش ومي غيرنيتا جمعه بيناتها دائما اشفاي ركسني وشفاي قلت التدريج وتخوينتش مره قلت شويه شويه هنا فارينة مصبضه. نشرو خيال المقادير دانيتا تيني نيت باش كني نتي قنت التدريج وتتون شان طبيس الملحه باش قي غير سر الخير والله يجي وانا في المسكه الحره ما تيك شو غاريت وجديت شا دي وغيرش كني نتي قنت دي سقي غير صغير قرفه حبه الحلاوه النافع هادو ما اللي خلط. انتم اخواتاتي انتم كيخصها تجي ما تجي قاسحه ما تجي يابسه. دابا غندوز ان شاء الله معكم للطريق ان شاء الله. روخا يسمعوا مي تيغتي عدو دينا 100 تي مزيانين. روخا غادي ان شاء الله هذا الطوارقه. دابا خواتاتي من بعد ما جمعت العجينه ديالي دابا غندوز ان شاء الله معكم للطريق، شي حاجه سهله. روخا يسمع هذا عدي ما كلشي ان شاء الله هذه زمان هذيك الشباكيه ايثاوينس ام ونوي زمان الشباكيه هذه ثانية قد سهر. روخا غادي ان شاء الله هي الطريق ان شاء الله. روخا يسمع قاعد غادي ان شاء الله هذا القارص هذا الكاطينيتا قارصه ما تزانت الطريق نمشي نسقي ان شاء الله. نجيب شويه فارينه تاوي كنجيب اخواتاتي شويه فارينه هنايا غير باش ما كتلتصقش باش تجيكم سهله. دابا غنورقها. روخا يسمع قاعد نرقب داك التمرق ما مشى استقه ما كنتاش ان شاء الله تسهر كلشي يا ديزماتيك. دابا خواتاتي انا غنطلقها مزيان كترقوها تكون رقيقه.
نطلقها مزيان. الخومية درقة مليح ورقتها مزيان. كنتمنى اخواتاتي تفهموا لي بين العربية والريفية، راه كنخلطها بجوج. روخا يسمع ومتضرقة مليح. روخا كنتمرة اطقق اشريطة. دابا اخواتاتي غنقطعها اشريطة. غنوري لكم شي حاجة سهلة باش البنات يقدروا ان شاء الله يديروها. انا كنقطعها بهادي، ولا عندكم اللي ما عندوش هادي قطع بالجرارة ولا بالموس. انتم اخواتاتي من بعد ما قطعتها اشريطة، فالصراحة راه بهادي كتجي حسن، هنا فيها جنجلان باش كتجيكم سهلة للتقطيع. بالجرارة ما كتجيش، كتعذبكم شوية، غتقطع لكم العجينة. روخا يسمع نشقي غشريطة غامية، خدمة ختستانيتا، تانيتا تاس شوية وماليس جنجلان تعذب شوية. غتقن ثامية نغسر موس، هنا تانيتا خصك تمرق ما داك انتي ديسي سهر وانا ثو عذر النس. وغاري الطرق النظمية ماشي الطرق غي ختامية ثيني ويسين عذرنت. تقص طريقة يا حما كنت تسهري ان شاء الله. دابا خواتاتي انا كنهز هاد اشريطة، كتقطعوا واحد هكا صغيور. كنتمنى يكون باين ليكم. كندير الجاوج، كنهز داك الاشريطة هكا، كندير التالت. اللي بغى يدير ثلاثة ولا أربعة ولا تجيكم هاد المنيضر هكا زويون وسهل. هاي سما كيغاس رخامية حما داك انت تسهر ثيني و ثيني مو يدس وعا شباكية. روخا الطريقة غامية مريغا كنت مية تسهر. كسينت أشريطة هني طفن تمية، تقنتي جدا مزيان، تهزنتي جدا نظني. استعاود انت مية مرغة كنتي دي جنة الحاجة تاتي السهر كل شيء ما تيه ان شاء الله. كتقرصو هنايا باش ما تتحليكمش في المقلة. فتاتي دابا اللي ما ساليت هانتوما راه ساليت دوك حلوة. دابا ان شاء الله غندوزو للقليان. هانتوما كي كتجي ما شاء الله وكتحط خير الله نص كيلو راه كيحط ليكم. درت جوج بلاطويات هنا. روخا يسمع هاكا كنتقى كمرة وانا في البليغات هني، وانا ماشي البليغات الطريقة البليغات ماشي كيخت الطريقة النظني. روخا هاكا كنت ممشى سكير، تمني ان شاء الله يسمع كنت تعجب الطريقة يا قد سهر. روخا بعدي ان شاء الله تقريق تبارك الله هاكا كنت ساس تنين البلاطويات اذا يزي سكير. روخا ان شاء الله بعدي غتقريق غتزانت من بعدي ان شاء الله يزي يثمن مشتاس. هانتوما خواتاتي دابا راه دزت كنقليها، هانتوما كي كتجي ما شاء الله. دابا غنطفيها في العسل، ديرها في العسل كيكون العسل ديالكم بارد. هانتا يسمع غاتيري ثمن تنتا تيري طاسمات، كنتي ثمن تيري طاسمات وكنتا ثمن تحما، كنتا ثمن تنتا تيري تصمد. مع هاد المرة تقصح بزاف إوا كتقنت شوية تفسي شوية واها حما داك نتسو تمنت. هانتوما خواتاتي ما شاء الله كي كتجي كتجي ساهلة هادي، كلشي يقدر إن شاء الله يديرها. درت لكم شي حاجة لي كلشي يقدر يديرها إن شاء الله. هاد سيدنا رمضان كاين اللي كتجي واعره الطريق وهذه كتجي سهله. دابا ان شاء الله انا غنستمر نقضي كل شيء بعد ما وجدت الحلوه الجنجلان اللي حضرت معاكم. هانتوما ما شاء الله كي كتجي رائعه، كتجي زوينه. بغيتو ديروها بهذا الشكل قليب كديروها، بغيتو تخدموها بهذا الشكل هذا كتجي سهله. هانتوما خواتاتي ما شاء الله كي كتجي زوينه ومقرمشه وفتيه. هاد الفيديو راه درتو لكم بالريفيه والعربيه، كنتمنى ان شاء الله تفهموا. اللي ما قدرش يدير الشباكيه يدير غير هذه راه كتجي رائعه.
معسلات زوينين، والعجينه الجنجلان فيها كل شيء. كنتمنى اخواتاتي تعجبكم، وشكرا لكم على المتابعه. الى الوصفه المقبله ان شاء الله، وعواشركم مبروكه، ورمضان يدخلوا عليكم بالصحه والهنا وباش ما تمنيتوا اخواتاتي. وشكرا لكم خواتاتي، هذا الفيديو درته بالعربيه والريفيه، يسمى سوشتما في مازيغين ماني مهجان، داخل المغرب خارج المغرب. الحلويه اذا كنت قياس نجلان، تمني ان شاء الله كنت تعجب. اتجرب انت قتس تسهر تس تصبحانت همش تسي سما خصت كنت الشكل اميا تكنت خصت كنت الشكل اميا اذا سكنت اميا قد السهر تس تصبحانت. تمني غير سما كنت يعجب نشقيق جانت البلاطو يا غير داك نتقيق غاري شكر نظني كير ديس تجاوز كير ديس زوقا خينا كير ندميا تمني ان شاء الله يسماك انت عجبت سوجدنت قد تسدى سبحان. وشكرا لكم على المتابعه، وعواشركم مبروكه، اتزوم من رمضان ان شاء الله الصحه الدرهنه ما يزي ما تمنى من ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.